مرحبا عم. أهلا 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 يا بنتي، أهلا وسهلا. أهلين. مرحبا، كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ الحمد لله كتر خير الله، ماشي الحال. وإنت كيف فيك؟ الحمد لله. نحن عم خبرونا مشان هيك جينا لنصور، إنه قالونا في ناس قاعدين حاطين خيمة وقاعدين فيها، فبدنا نعرف حضرتكم ليش قاعدين حاطين خيمة؟ نحن قاعدين بالخيمة. إيه إنت لوحدك هون؟ لا معي هون شاب صاحبي. يا باتريك، باتريك هلا بعرفك عليه، اسمه باتريك. عنده نهفات ونكت، بنقعد بنقضيها كل الوقت نسولف. هاي باتريك، طلع شوي طلع. وانا عارفك عند الموزين عم تسالنا اسئله مش عم بعرف رد عليها، مش عارف شو بدي اعمل. مظبوط، اسالي لباتريك هو بجاوبك. مرحبا مستر باتريك. اهلا. خبروني انه في ناس قاعدين حاطين خيمه وقاعدين فيها، فينا نعرف ليش حاطين؟ انه مع تصميم يعني انه حاطين خيمه وقاعدين؟ يعني كيف بدنا نقول لك، يعني الوضع مش يا باتريك جاوبها. هلا نحن قديش هلا قديش بالسنه نحن صرنا؟ نحن 2044. 2044 عمر ومرق يا زلمه، ما حسينا شو فيهم والله. ايه نعم. شو نحن جينا لهون نعتصم سنة 2000. لحظة لقلك أي سنة عالمزبوط، عالمزبوط 2004، 2005، 2006. أنت السادي وسبعة. لا 2006 لما ماتيلدا زوجت بنتها لفريدريك. بنفس السنة من بعد ماتيلدا. ماتيلدا جوز بنت عمتها لسلفتها لروزينا. بس رح خبركم شغله، يعني انه 2006 نحن هلا بال 2044. يعني ما حسيناش. انه انتم شو سؤالك على المزبوط؟ سؤالي انه شو عم تعملوا هون يعني؟ نحن اسئلة بدك تسالي باتريك لانه هو متخصص بالاجابه عن هيك اسئله. مزبوط. هلا قلكم حضرتكم من 2006 هون. اي نعم. رح نضلنا هون ورح نضلنا مع تصميم وأمن فلش منها. صحيح جدا. ايه طيب. عنا مطالب، عنا مقررات، عنا اشي بدنا اياها، وأمن فلش من هون بسهولة. طيب استاذ، انا حسب يعني ما بذكر انه الوالدة. نعم. خبرتني وقتها بال 2006. والدة مين؟ والدتي انا. بنت مين انت؟ انا بنت امين، بس والدتي فيفي. ليه؟ المهم لما الوالدة خبرتني انه كانوا يخبرونا شو صار قبل بلبنان. صحيح جدا. انه بسنة 2006 صح اعتصموا ناس بساحة رياض الصلح. صح جدا. كرمال يسقطوا الحكومة، حكومة فؤاد السنيورة. حكومة مين؟ فؤاد السنيورة. مين هو هيدا؟ فؤاد مين؟ فؤاد هيدا كان رئيس فؤاد السنارة؟ لا ايش عم نتذكر؟ رئيس الحكومة يا استاذ، هيدا كان اسمه فؤاد السنيورة بوقتها. نحن اعتصمنا هون صدق ما نتركش هون قبل ما يقولوا لنا نحن فلوا من هون. يا باتريك لحظة يا عمي، على فكرة هلا تذكرت، نحن ليش معتصمين هون؟ نحن متحالفين معكم. طب ما ليش؟ شو السبب المعتصمين فيه؟ عم تتذكر؟ أنا مش عم بتذكر مني وعلي، أنت تذكرت؟ ما بعرفش. بركي لأنه معتصمين من وقتها من 2006 إنه كرمال تسقطوا حكومة فؤاد سنة. نحن بنشكرك يا أنسي لانك عائلتينا. ليش معتصمين؟ نحن ليش معتصمين؟ انا وباتريك ما كناش نعرف. مشان هيك بعدكم قاعدين هون؟ نحن ليش معتصمين؟ مشان هيدي الوزاره اللي بدنا نعتصم. كان بدكم تسقطوا حكومه فؤاد السنيوره. اعطينا بوسي. على كل حال استاذ بوسه. خلص ما بيأثر، معلش ميرسي ميرسي. خلص استاذ، هلا بتعرفوا شو؟ اذا مزيم هيك عرفتوا انتم ليه معتصمين، ليه ما بتضبوا الخيمه بتروحوا على بيوتكم؟ عم نفلش من هون. خلص قبل ما يقولوا لنا فلوا من هون. ما هن يمكن راحوا. لازم يا باي. فؤاد مين؟ سنيورة سنارة. سنارة ايش ممثل هيدا؟ ايش بيعمل؟ ايش بيعمل؟